سيرم اند بلازما. سيرم اند بلازما باي دكتور خالد عبد الفتاح ابو الفضل. التواصل عبر الموقع خافضل دوت احلى منتدى دوت نت، وعلى الفيسبوك سوق في سيرج جروب، وعلى اليوتيوب دكتور خالد ايه ابو الفضل تشان. لما اجي اتكلم على الفرق ما بين السيرم والبلازما، لان من النقط المهمه جدا، واتسالنا السؤال ده كتير جدا، يعني ايه بلازما، يعني ايه سيرم، ايه الفرق بين الاثنين، ايه اهميه ده وايه اهميه ده، ايه الفروقات اللي بين دي ودي. بمنتهى البساطه، اول حاجه لو بدات بالبلازما، احنا اتفقنا اصلا ان البلاد عباره عن ايه، عباره عن فلويد بارت و سيلولار اليمنتس. الفلويد بارت بقول عليه البلازما، والسيلولار اليمنت اللي زي عندنا الايه الار بي سيز، الوايت بلاد سيلز والبليتلت. فهتكلم على البلازما، ات از ليكويد اور فلويد سيل فري بارت اوف ذا بلاد. كلام جميل. يبقى ذا فلويد بارت اوف ذا بلاد بقول عليه البلازما. طيب هحصل عليه ازاي؟ لو انا دلوقتي جبت عينة بلاد حطيت عليها انتي كواجولانت، وهنتكلم على الانتي كواجولانت بعدين ان شاء الله، الحاجات اللي بتمنع تخثر الدم او تجلط الدم، هيكون لي حاجة اسمها بلازما. عملنا سنتريفوجيشن طبعا، عملية طرد مركزي، هيكون البلازما زي ما هو واضح كده، وعندنا السيلولار اليمنتس. يبقى بمنتهى البساطة، لو جبنا البلاد حطينا عليها انتي كواجولانت ثم عملنا سنتريفوجيشن، هيحصل ايه؟ سيباريشن للفلويد بارت والسيلولار اليمنتس. الفلويد بارت اللي جه ده اهو، ده بقول عليه البلازما. طيب لو البلاد حطيت عليه، ما حطيتش عليه انتي كواجولانت، سبته مده كده يتجلط يعمل كلوت، وعملنا سنتريفوجيشن، الفلويد بارت بعد البلاد كلوتنج ده اهو بقول عليه سيرم، وادي البلاد كلوت. يبقى السيرم از ليكويد بارت اوف بلاد افتر كواجوليشن، وبالتالي بلاقيه لاك ايه الكلوتنج فاكتور زي الفايبرينوجين، يعني مش هلاقي فيه الكلوتنج فاكتور زي الفايبرينوجين. يبقى سيمبلي تاني، البلازما از ليكويد سيل فري بارت اوف بلاد ذات هاز بين تريتد ويز انتي كواجولانت، ده لو انا عايز احصل عليه بره الجسم. السيرم از ليكويد بارت اوف ذا بلاد افتر كواجوليشن، وبالتالي ديفويد اور لاك كلوتنج فاكتور از فايبرينوجين. يبقى وبالتالي بقدر اقول ان السيرم هي عباره عن بلازما ناقص الكلوتنج فاكتور زي الفايبرينوجين. الامور واضحه. يبقى انا لما اقول الفلويد بارت اوف ذا بلاد ويسكت هو مين؟ يعني جوه جسم الفلويد بارت اوف ذا بلاد هو مين؟ هو البلازما. بره الجسم فلويد بارت اوف ذا بلاد ويسكت، ما اقدرش اقول بلازما ولا سيرم لما اقول انا عملت سيباريشن لهذا الفلويد بارت ازاي؟ حطيت انتي كواجلانت وعملت سنترفوجيشن، يبقى في الحاله دي اقول عليه بلازما. سبت الدم اتجلط وبعدين عملت سنترفوجيشن، يبقى بقى ها بقى سيرم. الفروقات بسرعه كده ما بين البلازما والسيرم، زي ما لسه قايل البلازما از فلويد اوبتيند وين انتي كواجوليتد بلاد هاز بين سنترفيوج، كلام جميل. لكن السيرم فلويد اوبتيند وين coagulated blood has been centrifuged، كلام كويس قوي. يعني وبالتالي البلازما محتاج لها انتي كواجولانت تضيفها علشان اعمل سيباريشن، لكن السيرم انتي كواجولانتس ار نوت نيدد. طب اخبار الكلوتنج فاكتورز ايه زي الفايبرينوجين؟ موجوده في البلازما، لان البلازما هي الفلويد بارت اوف ذا بلاد اللي اوردينري موجود في البلاد. الفايبرينوجين والاذر كلوتنج فاكتورز هلاقيها ايه؟ ها ابسنت. يبقى بالتالي السيرم هلاقي فيه بلازما بروتين لكن سام كلوتنج فاكتورز مش موجوده، لان حصل بلاد كلوتنج فحصل لهم كونسامشن. كلوتنج فاكتورز زي ايه؟ زي الفايبرينوجين، زي فاكتور 2 بروثرومبين، زي فاكتور 5، زي فاكتور 8، كل دول كونسيومد ان بلاد كلوتنج. طيب البلازما doesn't need standing. It could be centrifuged as soon as it has been mixed thoroughly. يعني بمعنى لو انا جبت عين الدم دلوقتي بسرعه وحطيت انتي كواجلانت اقدر اعمل centrifugation. لكن السيرم هياخد وقت اطول. ليه؟ لان انا محتاج standing، استنى اوقف الايه؟ اخدت عينه الدم حطيتها في انبوبه سيبها لحد ما يحصل كلوتنج. يبقى اقدر اقول برضك
ان لو انا جبت عينة بلاد حطيت انتي كواجلت وعملت سنترفوجيشن بقت بلازما، طب ما عملتش وحصل كوتنج وعملت سنترفوج بقى سيرم. طب لو انا خلاص جبت البلازما نفسها بقى وحطيتها في انبوبه كده وسبتها واقفه كده، وجبت السيرم حطيته في انبوبه تانية، اتوقع يحصل كلوتنج في اي في انهي واحد؟ في البلازما، لان فيها كلوتنج فاكتورز اصلا، يبقى في البلازما بيحصل لها كلوتنج اون ستاندنج، لكن السيرم دازنت كلوت اون ستاندنج. ليه؟ لان كلوتنج فاكتور اصلا كونسيوم. طب نقطه غايه في الاهميه، هل البلازما حصل فيها بلاد كلوتنج؟ لا، يعني البلازما نفسها انا عشان اجهزها حطيت انتي كواجلانت، يعني منعت البلاد كلوتنج، يعني مفيش ار بي سيز هتتكسر. يعني بمعنى اخر الكونتنت بتاع الار بي سيز مش هيخرج بره الار بي سيز، يعني بمعنى اخر هلاقي نورمال سيروتونين ليفل، سيروتونين موجود من مكونات موجوده جوه الار بي سيز. طب لو حصل بلاد جوه البليتلت ما يحصل بلاد كلوتنج، البليتلت ده هتتكسر وهيطلع منها هذا السيروتونين، يبقى في حالات البلازما هلاقي نورمال سيروتونين ليفل. ليه؟ لان اصلا انا حاطط انتي كواجلانت ما حصلش بلاد كلوتنج، فبالتالي البليتلت زي ما هي، فبالتالي الكونتنت بتاعتها زي ما هي. لكن السيرم انا اصلا ما حطيتش انتي كواجلانت، يعني حصل بلاد كلوتنج، يعني البليتلت شاركت في عمليه الكلوت فورميشن، يعني في منها اتكسر، في منها ريليز اتس كونتنتس من الستيبس بتاعه الهيموستاز زي ما نتكلم بعد كده. ف هيطلع السيروتونين، فلاقي السيروتونين ليفل في السيرم عالي، يبقى انا فهمت ليه دلوقتي السيروتونين ليفل في السيرم اعلى، يعني السيروتونين في حاجه اعلى من البلازما، والبلازما فيها حاجه اعلى من السيرم، البلازما فيها كلوتنج فاكتورز اعلى، السيرم فيه سيروتونين اعلى، وعرفنا ليه. البلازما is delivered to the patient who lack blood cells. البلازما بديها لايه؟ للعيان اللي فيه نقص في البلاد سيلز عنده. امال السيرم is the most preferred part of blood used in checking blood groups and diagnosis of disease. يعني علشان اشخص امراض ده الجزء الافضل ان انا اشوف سيرم كذا في البلاد، اشوف سيرم ليفل اوف ذس ايه سابستنس. يبقى السيرم از ذا موست بريفيرد بارت اوف بلاد يوزد ان تشيكينج بلاد جروبس اند دايجنوزيس اوف ايه اوف ديزيز. يبقى انا سيمبلي قدرت افرق ما بين البلازما والسيرم. تو سمرايز الكلام اللي احنا قلناه تاني، تكرار بيعلم مين؟ الشطار. عرفت الفرق ما بين السيرم والبلازما، البلازما يبقى انا حطيت انتي كواجولانت ثم عملت سنتريفوجيشن فحصلت على فلويد، الفلويد بقول عليه بلازما، الاقيه الايه كلوتنج فاكتورز موجوده زي ما هي، لو سبت البلازما واقفه كده المده هيحصل فيها كلوتنج. السيرم ما حطيتش انتي كواجولانت سبت الدم يحصل له كلوتنج، ثم عملت سنتريفوجيشن فالفلويد اللي كان بقول عليه سيرم بلاقيه بور ان كلوتنج فاكتورز، لكن الليفل بتاع السيروتونين عالي فيه. للتواصل عبر الموقع خافض دوت احلى منتدى دوت نت، وعلى الفيسبوك سوق في سيرج جروب، وعلى اليوتيوب دكتور خالد ايه ابو الفضل تشانل. نسألكم صالح الدعاء.